أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: شيخ، كيف تصلي المرأة مع الإمام إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين؟ فهي إذا دخلت الجامع مثلا في الصلاة السرية والإمام قد أنهى الركعة الأولى، فهي لا تعلم أساجد هو أم راكع. إذا كانت المرأة أو المصلي رجل أو امرأة داخل المسجد، فإنه يكفي أن تسمع التكبير وتتابع الإمام ولو لم تره ولو لم تر من وراءه، إذا كانت تسمع التكبير وهي في داخل المسجد. واليوم الحمد لله سمع التكبير متيسر من واسطة مكبرات الصوت، أي تسمع التكبير وتصلي خلف الإمام ولو لم تره ولا من وراءه، إنما يشترط رؤيته أو رؤية من وراءه إذا كانت خارج المسجد. نعم.